بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية القبعات الست تطبيقا على درس الصديقان. نبدأ بالتعرف على معنى القبعات. القبعة البيضاء يا محمد تدل على المعلومات والحقائق. أحسنت. السوداء تدل على السلبيات والنقص. أحسنت. الصفراء تدل على الإيجابيات والفوائد. الإيجابيات والفوائد. القبعة الخضراء تدل على الاقتراحات والابتكارات والمقترحات والأفكار الجديدة. التنفيذ. الزرقاء تدل على التنفيذ. الحمراء تدل على الحب والمشاعر والكره. أحسنت يا بطل. الآن سنبدأ في التطبيق على الدرس. لو كنا نريد أن نستخرج من هذا الدرس قبعة بيضاء، تفضل يا محمد. دعا عمار لصديقه خالد أن يلعب معه. هذا معلومة. طيب نريد قبعة زرقاء. تنفيذ. قبعة حمراء. غضب عمار. يا سلام، هنا غضب وهنا ابتسامة. أحسن. طب قبعة الخضراء. قالت الأم سأشتري. فكرة رائعة. الإيجابيات. اعتذر عمار إلى خالد. شيء إيجابي أنه يعتذر إلى زميله، ومبادرة جيدة من عمار، اعتذر إلى خالد. يا رائد، قبعة الخضراء. قالت الأم سأشتري لك قطار جديد. حلت المشكلة باقتراح جيد. الآن قبعة صفراء. راح يلعبان معا. إيجابية بعد أن كانا متخاصمين وحدث بينهما خلاف، راح يلعبان معا. قبعة سوداء يا سعيد. صرخ عمار. هذه سلبية. الآن بعض التلاميذ الذين لم يشاركوا، كل تلميذ يختار قبعة. أسرعوا. خلاص أسرع. خلاص نبدأ بالقبعة البيضاء. يا عبد الرحمن، قبعة بيضاء. نرجو الهدوء. سعيد تفضل. دخلت الأم وقالت لعمار: لماذا تصرخ؟ هنا قبعة بيضاء معلومة. الآن قبعة حمراء يا أمير. ابتسمت الأم. قبعة خضراء. لماذا لم يشارك أنس؟ أعطي تنفيذ. اسمع يا بني. القبعة الزرقاء تدل على ماذا؟ التنفيذ. هل هنا نفذنا شيء؟ هل تم تنفيذ شيء في الدرس؟ ما هو؟ يلا يا سين. هذا وعد، لكن التنفيذ. راح يلعبان معا. الآن أنس، تفضل يا أنس. مقترح. قبعة خضراء. هيا يا أنس فكر. لا، هذا ليس مقترح. اتفضل يا مشعل. يا أنس، قالت سأشتري. قالت أشتري لك قطارا جديدا. أحسنت. القبعة السوداء ما زلت لابسها. غير القبعة السوداء. السلبية التي كانت في الدرس. صرخ عمار. تفضل يا منصور. غضب عمار. هل هناك عبد الملك؟ المقترح الذي اقترحته الأم هو قالت لعمار ماذا؟ سأشتري لك قطارا جديدا. سأشتري لك ماذا؟ هذه فكرة رائعة من الأم، حلت بها المشكلة.
ولكن قالت له من أين آتي لك بصديق كإيه كخالد سأشتري لك قطارا جديد. الآن نفذنا القبعات الست وتعرفنا على معنى القبعات الست تطبيقا على درس الصديقان، ومع استراتيجية أخرى. إن كانت أعجبتكم الاستراتيجية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.